وخلي لها كيفاش كتشوفي الاسعار هنا في الرحبه ديال قطاني؟ انا جيت ماشي باش ندير لي زاسون ولا شي حاجه، جيت غير باش نشوف الاثمنه وندي واحد ندي واحد فكره، واحد الفكره على الاثمنه وهذا باش نعرف السوق كيفاش داير. ومنين جيت لقيت الاثمنه ماشي كما كانت افون، ولكن تزاد شي شويه، ولكن باطي المهم زياده خارقه اللي هذا. نعم. انا زعما كاين على الطوب ديال زعما كاين نعم. اي واحد يقدر يقدر يشريها واخا هذا بشكل عام، يعني بشكل مدقق يعطيني كل زعما كاينه الزياده، ماشي ما كاينه الزياده، في كاينه الزياده مثلا في القطنيه. لا فاش في القطنيه يعني في واحد باغ اكزومبل ديك لي فواتشيس لي زونتي لوبيا لوبيا سمعت 20 غرام افون كانت واقيلا غير شي 15 غرام. الحمص كان ب 8 غرام ولا تقريبا 8 غرام. الا زعما كاين اون اوغمونطاسيون دو بري كاينه، ماشي كاينه ماشي ارتفاعات مهوله، ولكن كاين زياده بالنسبه لهاد لو طون وهاد لا مالادي اللي دابا ولا هاد الفيروس اللي ولا جو بونس كو هذاك ضروري. تبالك انت حاجه طبيعيه؟ طبيعيه. نعم. ولكن لا ولكن الوزاره، ولكن الدوله والسلطات دارت، ما اسمح لي، الدوله والسلطات داروا مجموعه ديال البلاغات كيقول لك بان راه ما كاينش زياده وما خصهاش تكون زياده، واللي عنده دار زياده في الاسعار يبلغ بها. يعني هذه الحاجه ماشي طبيعيه كتبان لي. ولكن انا بغيت نعرف علاش الناس داروا هاد الهطاب هادشي ديال لي زاسو بزاف اون كونت كونتيتي. علاش؟ اننا حنا دوله، حنا المغرب ديالنا تبارك الله سيتان بي زعما كاين عنده لي زاكريوم، عنده لي سيريال، عنده حنا اللي تنديرو لي زيكسبورتاسيون لي زوطخ بي. ماشي حنا نقدروا كاع ما بقينا ما نكونوا اون كا ديال فيزا، نقدروا نمشيو غير لاميغ وناخذوا لي باسور، حنا نعيشوا مزيان ونعيشوا. تفضل اخويا. كوك 25 كيبان لي انا الثمن هو هذاك. الثمن هو هذاك بالنسبه ل عطيني جميع الاسعار ديال كل شيء. ايوا الاسعار هما هذوك، السكر الباكيه الزرقاء ديال القهوه 7 دراهم. 7 دراهم عادي. هما الاسعار زعما انا بانوا لي هما هذوك عاديين. البارح مشيت للمارشي قلت لك فوالا كاين الاسعار. نعم يا اخي، عندي الرخصه، عندي كل شيء. واخا نوريها لك. هذا بعد الحمص هذا 25 ولا 32 هذيك شناهي؟ 25 درهم. رقم 25 درهم. نعم. وبالنسبة للوبيا شحال داير؟ 20 درهم لوبيا. شكرا بارك الله فيك. خذ راسك. لا دابا ناخذ عين الصور. بالنسبة للأثمنة هذه الصوجة فول قناوة. حمص 15 درهم. 15. هذاك 15 نعم. اش بالك يعني عطينا الاقتسامات ديالك حول الاسعار في هذه الرحبه. الاسعار اسيدي مناسبه مزيانه، غير شي واحد الله يهديهم اللي كيزيدوا في الاثمنه، هادشي هو اللي كاين، ما كاين حتى شي حاجه. لا الله طايلي زايده. اسمح لي، فرق بين مناسبه وفرق بين انها تزادت شويه وفرق بين انها ارتفعت بزاف. شنو اسيدي؟ هذه المساله الاولى، الحمد لله راه الخير كاين، راه ما كاين حتى شي مشكل عندنا، غير الناس عندهم تخوف مع هذا المرض هذا. الناس تخلعوا هادي حساب لهم، حنا في الحرب راه ما كاينش نهار ما كاين والو، الحمد لله امور هانيه عندنا الحمد لله. لا بالنسبه لسمعت بان اللوبيا زادت ايوا زادت، ولكن هادو مسائل راه غادي يزيدوا يهبطوا، المسائل حتى الخضره راه طلعات وهبطات، اللي تيوقع هاد المسائل هادو. اي الخضره بوحدها ما نشوفوا عين دابا هنا بالنسبه للوبيا والعدس راه تزادوا، ولكن ما كاينش شي حاجه اللي هي. والحمص هو تزاد حتى هو الحمص، ولكن كاين يعني كان زياده طفيفه ما كاينش شي ماشي مرتفعه مهوله، ولكن هذا هو اللي كاين الواقع تنقولوا. الله يحفظك بارك الله فيك. شكرا لك. كي كتبان لك الاثمنه واش مزيانه؟ الاثمنه حنا موالفين كناخذوا الزرع من عندهم ديما. يوميا فيما كيتقاضى لنا الزرع كناخذوه من عندهم. نوبه كنلقاو 100، نوبه 120، كل نوبه باش دابا هو قال لك 110. 100؟ 110. يعني طالع ولا هابط؟ ماشي مشكل 10 دراهم، ماشي مشكل. المهم طالعه واحد 10 دراهم. وبالنسبه للمواد الاخرى اش بالك؟ المواد الاخرى كل واحد باش بحال مثلا اللوبيا، بحال الحمص، بحال العدس. داك الشيء باقا ما خديت حتى حاجه. باقا ما سولتي ما والو ما حتى حاجه. انا في الحي اللي فيه حنا العدس تزادت فيه 100 دريال، اللوبيا تزادت فيها 100 دريال، كل شيء تزاد.
كلشي تزاد الخضره حتى هي تزادت كلشي تزاد نعم كلشي مزيان شكرا لك بارك الله فيك ما كاين حتى مشكل تفضل شو شنو رايك في الاسعار ديال القطاني وديال الاسعار زايده فاش زايده فين كيتجلات زياده فين تقريبا الكيلو كتلقى جوج دراهم فاش اللوبيا والعدس والحمص و والطحين والطحين المهم تقريبا بشكل عام كاين زياده لا كاين كاين زياده شكرا جوج دراهم في الحاجه شكرا بارك الله فيك محمد عليوة رئيس جمعية تجار سوق الحبوب والقطاني بالرباط انتم اليوم كتوجدوا في هذا السوق وكتلاحظوا بان السوق في واحد الحاله غير اعتياديه من ابتداء من يوم السبت ومنذ ظهور هذا المرض اللي كنطلبوا من الله باش يبعدوا منا ومن جميع الامه الاسلاميه والعالم باسره المواطنين كاين واحد التهافت وكنطلبوا منهم باش يخدموا بعقلهم ويرزنوا بان المواد ديال الموجوده ديال الاستهلاك اللي موجوده في السوق وهذا الشيء الا بقى غادي هذا التهافت هكا راه ماشي في الصالح ديالهم لان الاثمنه راه غادي هكا غتطلع وغادي يوقع واحد المشكل مهم اللي بغى يقتني يقتني بواحد برفق. بواحد رفق والمسائل اللي غيحتاجها بان هنا كثير ديال المواد بحال مثلا الطحين والزرعه كيفسد غيدوز واحد المده ديالو غيفسد لهم اللهم ياخذوا ويقتنيوا باللي غيخصهم والحمد لله كل شيء موجود والناس هما ناس السلطه قايمين بالدور ديالهم النظام الحمد لله كاين ونتمناو ان شاء الله باش نخرجوا من هذه الضائقه كاملين بالصحه والعافيه. السبب ديال هذه الزياده الطفيفه او كاين اللي قال طفيفه وكاين اللي قال بانها عاليه شو السبب؟ السبب ديالو هو التهافت ديال الناس وهذا الشيء من نهار السبت ملي الناس بدات تتهافت بكثره على اللي كان تيدي 5 و10 كيلو ولا كيدي 80 100 كيلو كاين اللي كيدي 200 كيلو لا بدا من تيولي ملي تيولي الكثره ديال الطلب لا هذه في النظام التجاره في العالم كامل باسره تيكون واحد التهافت الاثمنه كطلع هذه معروفه وكنطلبوا بان مثلا نتمناوا بان باش يكون واحد التعاون ما بين السلطات والناس وجميعا والناس في هذا المرض يتبعوا غير النصائح ديال وزاره الصحه وديال الوزاره الداخليه ويدخلوا لبيوتهم هذا اللي بالنسبه لي انا هذا هو ولكن بالنسبه للسلطات صدرت بلاغ بان ما يكونش زياده في الاسعار ولكن زياده في الاسعار يتم تبليغ عنهم ما كاينش اللي كيبلغ هادشي هو غير البصله البحث 300 ريال الكيلو دارت ما 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 عادي المصالح المخصصه اللي كتحارب الزياده والغش جهات اذا خص جهات مختصه هما اللي خصهم يعني حمايه المستهلك الجزر خيزوا البارح 160 ريال البطاطا 120 ريال ولكن انت هنا في الرحبه كاين زيادات لا كاينه انا ما قلتكش انا ما كايناش كاين هادشي ملي تيكون ديما التهافت على اي ماده تيكون تطلع السوق انا غنشوف 30 و 40 ديال الناس عندي محطوطين وعندي السلعه نبدا هذه اوتوماتيكمون هادشي كاين داكشي ما كاينش هادشي في العالم باسره ولكن بصفتك كرئيس الجمعيه ما شنو الدور ديالك؟ ما يمكنليش ندخل في هادشي انا بالنسبه ليا السلطات اللي كتدخل في هادشي حنا كتجار تجاره حره نعم ما بالنسبه لهادشي العرض والطلب هادشي اللي يمكن له يضبطوه هما الناس الاختصاصيين ديال الدوله هما اللي يمكن لهم ما حنا ما يمكننا نهائيا كجمعيه حنا الا كان شي نظام كان شي نقص غادي نطلبوا من المزودين ويمكننا ندخلوا باش يتزود السوق ما من غيره ما يمكنش المحاربه ديال هاد الاثمان اللي كان اللي طالع مرتفعه ما يمكنش السلطات هي اللي يمكن لها ومره مره حنا كندوزوا عند التجار وكنطلبوا منهم باش يعتدلوا ويمشيو مع السوق والخير الحمد لله الخير موجود نعم اذا لماذا دار الزياده في الاسعار نعم الزياده هو التهافت ديال الناس راه مازال كنقول نعم راه الناس كون شتي راه اليوم البارح في هذه الوقيته راه ما يمكنلكش تتحرك نعم ولكن ما كيبانلكش بان التهافت ديال الناس نتيجه ديال واحد الخوف والهلع يعني الشعب معذور ولكن السلطات غير معذوره كتبان لي في القيام بواجبها شويه الصرامه نعم شويه الصرامه الانسان كاين الزياده واحد الزياده غتكون ولا تكون نسبيه ما باش ما تضرش حتى المواطن راه المواطن مخلوع مسكين ما راه ماشي لخاطرو ما اي واحد اليوم راه شفنا اليوم حتى البارحه في فرنسا ولا في امريكا راه الاسواق الممتازه خاويه
تا هي تا هم نعم. انا عندي الناس تنتصل بهم نفس الشيء كالسوبر مارشي كيعمر كيدوز ساعتين كيخوى كيعمر كيخوى هادشي طبيعه البشر نعم. ونتمنوا الصحه والعافيه للجميع يا ربي يا ربي شكرا.